السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال: يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد، وهما منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدس. فما تعليق الصواب أن الله قريب من عبده، وأن الملائكة قريبون أيضا، وكل منهما قريب من العبد، لكن الملائكة قريبون منه قرب مكان، وأما الله جل وعلا فإنه قريب منه بعلمه، وهو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم.